بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونواصل في شرح الشابتر 6 Frequency Response and Body Plot من مقر التحكم الآلي، ومعكم الدكتور منجي محمد زيدي. هنا سألوني هذا الشابتر ب problem. As a problem we will give this circuit. عندي هذا السيركيوت. And the question is check the low and higher frequency behavior to make sure the computer generated baud plot is correct. So عندي سيركيوت يتكون من مصدر جهد V input و V output، ثم بعض العناصر الإلكترونية وهي R1 capacitor, inductance R2 and R3. مع العلم أنه كل عنصر يعني عندي قيمته، الـ R1 90 أوم، الـ R2 10 أوم، الـ R3 100 أوم، وبالنسبة للملف 100 ملي هنري، والكاباسيتور وبالنسبة للكاباسيتور هو 0.1 مايكرو فراد. قلنا أنه هنا السؤال يقول check the low and high frequency behavior to make sure the computer generated baud plot is correct. هنا to get the transfer function V output على ال V input لابد من استعمال ال voltage divider كي نسهل العمليات وكي نسهل الخطوات. وهنا يمكن اعتبار هذا مثلا هذا نسميه Z2 impedance Z2، هذا Z1 وهذا Z3. بطبيعة حال ال Z1 وال Z2 هي series impedance. I can يعني simplify it into for example Z node. وبالتالي الفي اوت على الفي ان هي بكل بساطه زد 3 تقسيم زد نود بلس زد 3. واذا يعني حسبنا الزد 3 والزد نود بصح، ساتحصل على الترانسفير فانكشن اتش اوف اف لايك ذس. ناو وي ويل ديسكاس يعني ذس بيهافير in term of decibel or in term of baud plot of this circuit. هنا at low frequency هو يقول لي ناقش يعني على حسب التردد، سواء يكون عالي او سواء يكون يعني ضعيف. يعني at low frequency the inductance is a short circuit. هذا قانون نعلمه من الدوائر الالكترونيه من المقالات السابقه. The inductance is a short circuit يعني هذا الاندكتنس يصبح خط او يصبح سلك. The capacitance is an open circuit. يعني الكاباسيتنس كان عندي كاباسيتنس في اللور فريكونسي، يعني الكاباسيتنس سيضمحل او سيلغى، وبالتالي اتحصل على very simple circuit متكون من في ان في اوت، ويعني عناصر الكترونيه بسيطه تتكون من مقاومات بس. وهنا يعني ال H of 0، H of 0 يعني 0، هذه يعني كناية على أن التردد صفر أو التردد قريب من الصفر. فهو بكل بساطة يعني R3 على مجميع كل المقاومات، يعني الترانسفير فانكشن V out على V in هي R3 على مجميع كل المقاومات، وهو الفولتج ديفايدر في أسهل وفي أبسط يعني صوره. وبطبيعة الحال هنا الـ H of 0 تساوي R3 على مجميع المقاومات تساوي 0.5، وبالنسبة للـ H للترانسفير فانكشن إن ديسيبل هي 20 لوج للقيمة هذه تساوي ماينس 6 ديسيبل. أما بالنسبة للـ High Frequency Behavior يعني حالة السيركيوت في التردد العالي، نعلم أنه في التردد العالي the inductance is an open circuit، يعني هذا الinductance أو هذا الملف سيصبح يعني دائرة مفتوحة أو سيلغى، وبالتالي ستصبح الدائرة يعني مفتوحة. وبالنسبة للcapacitance is a short circuit، الcapacitance في الـ high frequency يصبح يعني خط، وستصبح السيركيوت يعني بكل بساطة هو بهذه الصورة. عندي هذا العنصر L وهذا العنصر R، عليهم short circuit، فهذا يصبح لاغي وهذا يصبح لاغي، وبالتالي الدائرة ستصبح متكونة من R1 بس و R3 V out and V in، والV out على الV in هي بكل بساطة R3 على R1 زائد R3، يعني R3 على R1 زائد R3 تساوي يعني H infinity. هنا H infinity هي كناية على التردد العالي high frequency،
وبالتالي اتش انفيني قلنا هي ار 3 على ار 1 زائد ار 3 ستصبح 0.5263. اما في الديسيبال احولها بال20 لوج 0.5263 تصبح ماينس 5.575 ديسيبال. ممكن هنا يعني to get the plot the board plot يعني السيركيوت يعني معقد نوعا ما ويعني فيه بعض العناصر وأكثر من عنصر يمكن استعمال الماتلاب سوفتوير. بكل بساطة يعني الماتلاب أعطيه ال R1 R2 R3 LNC log F يعني اللوج هذاك يعني steps الفريكونسي والW هي 2 باي F الH في الـ في الـ في الـ في اللو فريكوانسي واقول له سيمي لوج اف 20 لوج 10 اي بي اس اتش يعني هذه كماند ولا كنترول الماتلاب عشان يعطيني يعني البلوت. وفي الاخير ساتحصل على هذا البلوت. هذا الفريكوانسي يعني يتراوح من 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 اللو فريكوانسي الى الهاي فريكوانسي وهذا يعني الماجنتيود ان ديسيبل. فبالنسبه للسيركيوت الذي نحن بصدد دراسته البود بلوت اوف ذيس سيركيوت ات ويل بي يعني لايك لايك ذيس. وهنا نكون قد يعني أنهينا هذا الشابتر 6 من مقرر التحكم الآلي وفيه تعرضنا إلى البود بلوت بعنصريه الـ H يعني الماجنتيود AVR يعني Amplitude Ratio in Decibel and the Phase as Function of Frequency. هذا هو يعني درس البود بلوت أو الفريكونسي ريسبونس والبود بلوت. شكرا على الانتباه وأتمنى لكم النجاح والتوفيق.